يا أهل العالية، جئتكم حاكم عليكم من كم سنة وحكمت بينكم بالعدل وبما يرضي الله، وما كنا نأخذ منكم هو نفس اللي كنا نأخذ من بقية العزال والنواحي، ما زيدناش عليكم شيء، ومع هذا لا لقينا منكم لا قبول ولا رضا، جالسين مغلقين على أنفسكم بالعالية، وظنيتوا إن جبال العالية وحيوده اشتعميكم مني واتخذتوني عدو لكم من دون سبب، وأنا قلت ما عليش، خليك أنت الكبير يا أمير، سامح، المسامح كريم. لكن لما شفتكم جاهرتم بمعاداتي وتحاربونا جهارا نهارا، لا هذا ما أقبل به أبدا، ورغم كل اللي حصل كان مفروض أن نحكم على ابنكم بالمرتد عن دين الله بالكافر، لكن أنا قلت حرام، أنا رحيم، نخفف الحكم، يجلد أمام أعينكم علشان تكونوا عبرة لمن لم يعتبر، بعد الجلد تروحوا بيوتكم وتجمعوا دية المسكين عبيد. ماشيش اسمع، ما بوش، ما عنديش من نجيب، المهم تسلموا الدية ما دام انتم مش معترفين بالحاكم وجالسين مغلقين نفسكم بالكبر، خلوا الكبر ينفعكم يا حاكم. اسكت يا شيخ فاضل، ولا كلمة، انت تكلمت كثير، الان جا دوري انا للكلام، ومش بس للكلام، للفعل.